توفير منصات متحركة مخصصة للصناعة قادرة على الحركة الذاتية. وفي مصر عندك شركة إيفيكا اللي بتصنع روبوتات تجارية متخصصة لتنظيف الخلايا الشمسية، وأخدت فعلا شهادات جودة من المعهد القومي للمعايرة وغيرها. كمان شركة أريا تكنولوجيز أول شركة مصرية بتصمم وتصنع روبوتات كرتزية صناعية محلية، وأشهر روبوتاتها هو روبوت أريا مستخدم في خطوط الإنتاج. كل الشركات دي بتنتج روبوتات بأعداد محدودة، مش بكميات بالآلاف ولا الملايين زي الشركات الأوروبية الكبيرة زي اي بي بي كوكا. لكن حقيقة وجود شركات ومبادرات زي دي في بلادنا العربية يدينا أمل إننا ممكن قريب نشوف كيانات كبيرة تقدر تنافس الشركات العالمية في المجالات دي. في الوقت اللي فيه شركات تكنولوجية كبيرة زي شركة كوكا، الشركة الرائدة والضخمة في مجال صناعة الروبوتات الألمانية اللي حاليا بتبيع مصانعها للصين. وده ياخدنا لسؤال الحلقة، في رأيك إزاي الشركات الأوروبية قدرت تتخلى عن شركاتها التكنولوجية المهمة في الوقت اللي فيه الصين بتقدم دعم حكومي ضخم للشركات في الصناعات دي وبتستثمر بشكل ضخم للاستثمار فيها؟ هل لو توفرت الإمكانيات والدعم ده عندنا، هل ممكن دولنا العربية تتفوق على أوروبا وأمريكا في الصناعات دي؟ وليه مجال الروبوتات عندنا ضعيف رغم سرعة نموه عالميا؟ وإزاي ممكن نستفيد من تجارب الدول دي بشكل علمي في بلادنا العربية؟ استنى رأيكم على الأسئلة دي في التعليقات. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة وحابين تشوفونا تاني، اشترك في القناة وفعل الجرس ورشحنا لأصحابك لو عجبك المحتوى عشان هم كمان يستفيدوا. وبس كده يا سيدي، سلام.